التمسك بمقتضيات القوانين الداخلية للدولة المتعاقدة، الأمر الذي يلزم الدولة المغربية استنادا إلى مرجعية القانون الدولي بإدماج الشرعية الدولية والاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية، والعمل على ملائمة قوانينها الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعليه فإن إشكالات الممارسة العملية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان في المغرب تتنازعها رهانات مختلفة للفاعلين، خاصة على مستويات المؤسسة الملكية والبرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لصياغة تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع يجعل من المسألة الحقوقية أحد المداخل الأساسية لإقرار توازنات جديدة داخل الحقل السياسي.